شريان لحياة المصريين. الدائري بطول 106 كيلومتر واللي بدأ إنشاؤه عام 1985 واللي بتستخدمه أكتر من 200 ألف سيارة يومياً. تستمر أعمال التطوير في القوس الشمالي للطريق الدائري. القوس الشمالي للطريق الدائري الحالي قطاع العرض 4 حارات لكل اتجاه بإجمالي عرض 35 متر. بنوسع إحنا القطاع العرضي ل7 حارات لكل اتجاه بحيث أن يوصل العرض الإجمالي للطريق الدائري 60 متر من تقاطع سعد الشاذلي وحتى اسكندرية الزراعي، مرورا بتقاطعات مهمة جدا كان بيحصل عليها تكدسات عالية جدا زي تقاطع نفق السلام اللي احنا متواجدين فيه، وبننشئ كوبري جديد، كوبري بطول 1.5 كيلو بحيث ان هو ياخد الاتجاه القادم من المعادي وطريق السويس مرورا الى المرج، ويبقى النفق القديم بيخدم الاتجاه اللي جاي من المرج في اتجاه القاهرة الجديدة، وهيبقى الاتجاهين بتوع النفق واحد رئيسي فيهم واحد خدمة والكوبري الاتجاه التاني. بالانتقال للقوس الجنوبي وهو النقطة الهامة لالتقاء آلاف السيارات يوميا في تكدس مروري يصل إلى 2 ساعة عند تقاطع الأوتوستراد مع محور المريوطية، ولكن أيادي التطوير ما زالت مستمرة وقاربت على الانتهاء. القوس ده بيبدأ من أهم تقاطع، التقاطع الأوتوستراد لحد المريوطية. التقاطع الأوتوستراد ده تقاطع عليه اتجاهات مرورية كتيرة، كان عليه تكدس، المستخدم الطريق كان بياخد ال 12 كيلو دي في حوالي ساعة. أنا بعد التطوير بإذن الله هقدر مستخدم الطريق يقدر يقطع المسافة دي في متوسط 10 دقايق في المسافة كلها. القطاع ده طوله 12 كيلو عليه 19 عمل صناعي ما بين كوبري ونفق، في ربط مع المحاور المرورية الجديدة زي محور الحضارات داخل القاهرة وفي محور الزمر داخل الجيزة، بيتربط ربط بمطالع ومنازل مع الطريق الدائري. كمان كل التقاطعات زي تقاطع شارع الجزائر وتقاطع الكنيسة في منطقة العمرانية بيتم تطويرها. في استحداث كمان مطالع ومنازل في منطقة البحر الأعظم، استحداث منزل واستحداث مطلعين ومنزلين بتقاطع الجزائر عشان يخدم سكان منطقة البساتين والمعادي ويخفف الأحمال الكثافات المرورية على تقاطع الأوتوستراد. الأهم هنا هو المواطن، فكيف يرى أهمية توسعة وتطوير الطريق الدائري؟ هو الدائري روح الطريق كله، توسعات دي هتروق الدنيا يعني. رايح جاي على الدائري كل يوم، هو طريق أساسي للناس كلها، يعني مصلحتنا التوسعات اللي بتحصل دي لمصلحتنا. الكلام دوت مش هتخلي فيه الساعتين الزحمة دول، هيبقى الطريق ماشي على طول 24 ساعة تمام يعني. محور المنيب على طول زحمة، بالذات ناحية الطلبية والمريوطية وناحية المنيب، أكيد دي هتساعد في تسهيل حركة المرور في الشارع. الدائري مهم جدا، بيعمل إنجاز في الطريق، توفير الوقود ومن ثم توفير الوقت ومعالجة إهداره وتهيئة الطرق الداخلية لعبور قاطرات التنمية هي أهم مكاسب تطوير الطريق الدائري في اتجاهاته، ويحقق السلامة المرورية لمستخدمي الطرق ويحافظ على المظهر الحضاري الجيد.